المهم خوت، صباح الخير. اليوم اول صباح مورا ما كانت النتيجة اللي كنا كاعين بها، واليوم تصبح باش فقنا. قرر ستاف تكنيك يدير واحد الاجتماع، واخا تا ستاف راه في حالة كانوا مدمرة بزاف، مي قرروا انهم ينساو هادشي ويموتيفيو اللعابة. وخليكم معنا في الاجتماع ان شاء الله. دابا غنمشي. دابا نمشيو عند الدراري الخوت. عرفتي البارح راه ما يمكنش، البارح ما يمكنش. المهم الدراري ما عندو مع حتى شي واحد. الحمد لله على أي حال، مشيئة ديال الله سبحانه وتعالى هي هذه. كان بالاستطاعة أننا نمشيو لبرلينا، كنا مزيانين، دونا فرص بزاف في الماتش، ما كتبش أنهم أننا نستافدو من الفرص اللي جاونا، وهذه كرة القدم، ونجيري هكا، ماشي غير في خسارة القدم، هذه كرة القدم. مكناش مركزين مع الماتش، على الرغم أن الماتش كان ديالنا، وهادي ماشي هي نهاية العالم، باقي قدامنا إن شاء الله، باقي قدامنا إن شاء الله استحقاقات أخرين، مشاركات أخرين إن شاء الله، نتمناو الدراري أنكم تكونوا استفدتوا من هاد الدورة هادي. ونحاولوا نطوروا من راسنا شخصيا، ونحاولوا اننا ما نبقاوش معتمدين غير على الجمعيه، يعني ما نبقاش نتريني غير نهار ديال الجمعيه، نهار تكون نهار يعيطوا عليا الدراري، نهار يعيطوا عليا الدراري، نهار عاد انا نتفكر راه انا نلعب كره. يا هذا الدراري الله يرحم الوالدين، راه حنا راه تنبدلو الراية ديال البلاد، وهاد الهضرة هادي جا كنت قلتها ليكم، ومرة لا جوج، الدراري ميساج راه وصل، الصراحة حتى واحد ما عجباتو النتيجة، كنا نكونو أحسن، كنا نمشيو الدومي فينا، الأوبجيكتيف اللي كان عندنا هو الدومي فينا. ما كتبش، خرجنا بياتيات، ماشي مشكل، ماشي نهاية العالم هادي، غنكملو الخدمة ديالنا، كاين المونديال العام الجاي إن شاء الله في الأرجنتين، وبالتالي خصنا نكونو مزيانين، عندنا كومبيتيسيون في المغرب، عندنا ماتش مع أمريكا شهر 10. غادي ندفعوا التنظيم ديالنا حنا المونديال مورا الارجنتين، مازال تابعنا الخدمه، عندنا لا كوب دافريك في المغرب، مازال بزاف ديال الاستحقاقات تابعنا، تنتمناو انكم تكونوا استفدتوا من هذه الدوره هذه، الاستحقاقات الجايه ان شاء الله نكونوا مزيانين من ناحيه ديال التنظيم، ومن ناحيه ديال الكوتي تكنيك ان شاء الله. ختاما تنشكركم الدراري كاملين،
على المجهودات اللي قدمتها في الدوره وعلى المعاناه اللي تتعانيو في المغرب، واغلبيه ديالكم تيجي تريني من جيبو، وعندنا بزاف ديال العراقيل اللي تلقاهم من ناحيه ديال لونطريمون ومن ناحيه ديال الخدمه. فاحنا ان شاء الله ما غاديش نحبسوا هنا النقطه، غادي نكملوا وان شاء الله يكون الخير. نتمنوا من الدراري انهم يزيدوا يامنوا بالفكره ديالهم، يزيدوا يامنوا براسهم، حيت راه الهدف الاسمى ديال هذا المنتخب هو انكم نتوما تفرضوا ذاتكم وتخرجوا من القوقعه اللي كنتو فيها في ديوركم، وتبينوا بان الفئه ديالكم قادره دير شي حاجه في البلاد، وجميع الفئات تعطيو ميساج لجميع الفئات المهمشه في المغرب انها قادره انها تكون وتهز الرايه ديال المغرب وانها تفرض راسها في المجتمع. وتنبغيو نشكرو من بعد الله سبحانه وتعالى السي بوجي القشع اللي هو المسؤول الوحيد في المغرب، وش هاد النقطه تنسطرو عليها، المسؤول الوحيد في المغرب اللي يدعم هاد الفئه ديال المنتخب هذا. وكما كانش هو من مورا الله سبحانه وتعالى راه ما عمر هذا المنتخب كان غيكون ولا كان غيعرفوا الشعب المغربي. هذا تنوجه واحد الرساله ديال الشكر للسي فوزي القجع اللي صراحه لا هو المكتب الجامعي ديالو اللي واقفين مع هذا المنتخب. ما نخليوش هذه النتيجه تاثر علينا وندعموا نزار اسامه. انا غادي نحبس معاك بالله، خمس سنين ما عرفتش حياتي. نزار ماشي هكا نزار خويا، لا ماشي هكا نزار تاع الحياه، ماشي هكا تكون اخويا نزار الحياه. الحياه هي هاد، ما تخليش النتيجه تاثر عليك. النتيجه ما ماشي 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 انا عييت، انا عييت في كل شيء. توعد ما تحس، توعد ما تعرف شنو كان تفرق مع التبيع الصباح. كل ضغوطات خمس سنين ولا حاجه. نزار هذه هي الحياه، الحياه كلها ما تحسش حتى تعلم خمس سنين. الحياة هي هذه يا نزار، والله الحياة هي هذه، ما نخلطش ما نحاولش نخلط حياتي الشخصية مع حياتي الشخصية هما كانوا مع حياتي الشخصية. وهذا الشيء يا نزار غيجازيك عليه الله سبحانه وتعالى، هذا الشيء اللي درتيه يا نزار، هذا المنتخب اللي أسستيه وهذا الشيء اللي درتيه يا نزار غيجازيك عليه الله سبحانه وتعالى. فهمتيني؟ راه ما يمكنش اخويا نزار، انا راه عارفين الضغط اللي عليك وعارفين انك جاي عييتي وعارفين انك شنو جاي دير، ولكن اخويا نزار راه ماشي هكا جات كل الحياه، الحياه راه تستمر في الحياه اخويا نزار. عارف اخويا حاس بيك وحاس بهادشي كامل، تهضر معاه في التيران ماشي عارف تهضر اخواتي باغيهم يكونوا رجال، باغيهم يزيدوا لقدام، عارفين هادشي كامل حنا نزار. بديتي واحد الفكره وصعيب وصعيب انك تبقى مشيري، وصعيب انك تجري، وصعيب انك تنوض بعد 8 الصباح، وصعيب انك خمس سنين ما عشتيش حياتك، حياتك كما قلتي ولات هو الدراري القصار كامل. تفيق الصباح هضر في الكروب، هادشي هذا خاص الدراري اللي يحسوا به، خاص الفئه اللي تحس به، خاص انتوما اللي تخليه هو يحس براسو انه ارتاح، ما يحسش براسو انه ضرب تماله ومشات ليه في الخاوي. جات لي خدمه في الترام، نهار نطلع في الطيار، نهار نطلع في الطيار جات لي خدمه في الترام، في الترام حياتي تقدم. قلت لي ما يمكنش تخلي الدار ومشي نخدم، الوالدة غوتت عليا وكلشي غوت عليا وصحابي غوتوا عليا، قلت لها خدم إلا تصوبي إلا تكذبي على حياتك، قلت لي لا نجي نقف مع الدراري. نزار ماشي مشكل، نزار ماشي مشكل، حيت شوف فيا أقسم لك بالله العلي العظيم وكنحلف قدام هاد الناس حتى غيجازيك الله على هادشي اللي كدير، ومازال غتوصل داكشي اللي بغيتي بهادشي اللي كدير دابا. وراك وصلتي الحمد لله لشي نقاط كنتي كتحلم بهم شحال هادي انت وراشيد، ومن بعد مجيء اسامه معاكم كنتو كتحلموا انتم ولات السميه ديال المغرب قصار قامه كتضرب في العالم، وليتو نتوما كتعطيو النقطه ديالكم وكتوصل في الاجتماعات النقطه اللي كتولي رئيسيه في الاجتماعات، الهضره ديالك ولات كامله صحيحه. قلنا لهم الا طلق نزار هاد الشيء راه ما كاين حتى واحد يقدر يشدو الدراري. لا طلع عطا دابا راس كاين ان شاء الله دومي فينال، دومي فينال دابا نمشيو نحضروا مع الناس باش يبانوا بروفيسيونيل. حضروا باقي ان شاء الله كاين اجتماعات ديال الاتحاد الدولي ما عرفناش القرارات اللي غيخرجوا بهم. نساليو ان شاء الله، خليكم تهضروا واحد شويه بيناتكم
وساليو ان شاء الله ونمشيو تيرا ان شاء الله باش تتفرجوا في الماتش ديال الدومي فينال صافي. تحياتي vamos Marruecos vamos
وي Come on, come on.